احنا يوم الاربعاء صرفنا مبالغ، فمن جينا بدنا نسحب يوم الخميس اكثر المصارف ما بيها، يعني باستثناء مصرف وزع شيء بسيط دجيل وبلد وخلصوا فلوس، وتكريت ما بيها دور سامر، يعني كثير اكثر المصارف ما خلصت فلوس ما عندهم. وتدري ابو المنفذ او يعتمد اكثر شيء، احنا مثلا بسامر نعتمد على السوبر، جهاز سوبر صرف. السوبر اذا فلوس ماكو بالمصارف هو من ينطي؟ فما ينطي. الناس تخوف ايضا اصحاب الصرفات، الاغلبيه يوم الخميس ما سحبوا فلوس، يعني المصارف كان ما بيها خاصه تكريت. احنا الاكثريه بصلاح الدين نعتمد على تكريت، صلاح الدين بيها ظل منفذ، قلت لك يعني دجيل وبلد شيء بسيط بيهن مبالغ، يعني يلا يكفي مناطقهم إلهم. واحنا اعتماد الاكثر هو على التكريت يكون. فبالنسبه لصلاح الدين ما بقى اكثر المصارف ما بيها فلوس، والناس ما استلمت مستحقات يوم الاربعاء، فمن يدي هو الخميس دي يدفع للناس يقول لك انا ما مستلم مستحقاتي مال يوم الاربعاء. فالعنده فلوس ورصيد، عنده رصيد زين، يقول لك انا ادفع مثلا العموله زيدها او ينطي دولار حسب الوضع اللي صرف له هو. واللي اكثر الناس المواطنين حتى اهل الصيرفات عندهم مبالغ، مثلا عنده مبلغ مثلا 500 مليون يصرفهن، بس ماكو ما يقدر يستلم من بعد، فيتوقف بعد ما يقدر يصرف. فالبنك اذا يوزع رواتب ينطي مستحقات الصيرفات، فيصير حياه طبيعيه. والله انا اطالب بعين مصرف رافدين في سامراء، لان مصرف الرافدين في سامراء ضروري جدا جدا. سامراء منطقه كبيره، يعني قضاء كبير، مصرف واحد ما يوزد مستحيل يوزد للمصارفات. يشهد العراق الان حراك شعبي للمطالبة بالحقوق، ومن هنا يعني تعد مدينة سامراء من أكبر المدن العراقية. الحمد لله الوضع الأمني مستقر حاليا في سامراء، لا توجد مظاهر مطالبات أو مظاهرات من المواطنين، لكن إحنا كمواطنين أيضا عندنا الكثير من الطلبات نناشد بها الحكومة الرئيسية، الحكومة المركزية عفوا في بغداد. اليوم سامراء بحاجة إلى عدة دوائر، ومن هذه الدوائر هو فتح فروع للمصارف العراقية هنا.